اللي عم تشوفه هلا يعني هو نتاج حرب شرسي جدا صابت البلد، ضربت كل شيء فيها حلو على امل انه هالبلد تخرب. ومن ضمن الاشياء الحلوه اللي ضربتها اماكن عبادي وهالكنيسه هاي يلي انضربت للارض وبالتالي تهدمت تهديم هائل. هلا اول شيء انا كاهن وبالتالي انا اب. حاولت ما اطلع من قلب حمص لاخر واحد طلع من الحاره. وبهالحرب اللي عنده ايمان يمكن ازداد تشبثه فيه، هذا اولا. اثنين، كل واحد في عنده بيته. بس هاد بيت بيجمع الكل. من جهه كنيستنا نحن محتاجين كثير اشياء. والناس محتاجه كثير. محتاجه حد يساعد بالعمليات الجراحيه، محتاجه حد يساعد بالادويه، محتاج حد يساعد بالعمار، بعمار بيوتهم ليقدروا يرجعوا يسكنوا بهدوء. Wat mij raakt, is dat de kerk juist een cruciale rol inneemt in het herstel van dit land. De kerk is betrokken bij de herbouw van huizen, bij onderwijs van kinderen, bij het zorgen voor zieke en oude mensen. En dat is nou precies waar Kerk en Actie de kerk in wil ondersteunen. Ik wil u vragen, geef met een gulle gift om dit werk in Syrië mogelijk te maken. Dank u wel.